هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف؟ ما حكم هذا جزاكم الله خير؟ يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا لحاجة، إذا كان محتاجا لذلك، أن يكون به مرض ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متوسخا ونجسا، فإذا جلس تلوث به كونه محل نجاسات، أو لكونه فيه دحض وطين فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف للعذر. أما من غير عذر فإنه يكره له أن يتبول وهو واقف، لأن ذلك قد يكون سببا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.